السلام عليكم خاوتي، صحه صيامكم وصحه رمضانكم. فيديو جديده كالعاده اللي نهضروا فيها على الفوتبول، نهضروا سورتو على لي جوار تاع ليكيب ناسيونال تاعنا ولا على الفريق الوطني ونمدوا الاخبار. السوجي تاع اليوم كاين زوج. برومي سيجي اللي راه كيما يقول لك حادث الساعه، كاع الناس راهي تهضر على ليكيب ناسيونال والمشكل تاع لا ديفونس تاعنا اللي ما بن 70 بليسي، نقص شويه في البوست على السنترال الجوار سنترال والحلول الممكنه. انا حبيت نمد راي. هذا البرومي سوجي. الدوزيام سوجي ريان شركي اللي رانا كاع حابينو يجي يلعب مع ليكيب ناسيونال تاعنا، ما بدا تسمى يبعد على ليكيب ناسيونال. ونهضركم في الدوزيام سوجي، الدوزيام بارتي تاع الفيديو. نبدا بلا بروميير بارتي، هي ليكيب ناسيونال والحلول اللي نجم نلقاها. بيتكوفيتش جوكاتوري كيما نعيط له درك انا دائما يقول جوكاتوري في تاع لي جوار اللي كيبغي يرومبلاسيو بن 70، خاطر شرا حد من خال الكبير في هذا السيكتور. راهم كاع يقول لك الا لازم يحوس، الا يروح لوروب، الا يشوف الشامبيونا يقول لك هاديك بون الشامبيونا باقي لنا ناقصين، لوروب ما كانش بزاف الحلول. واذا كان الحل، انا راني نقول رايي، يعني نمد رايي وانتم ثاني عطيوني رايكم. واذا كان الحل تاع هذا المشكل في الفريق الوطني، اللي كان جوار في الفريق الوطني، انا في رايي مش معد نعطيكم كون يدير جوار ميليو ديفونسيف يرجعو سونترال يلعب بوست سونترال. شكون؟ نبيل بن طالب. ما تبداوش تكيريو عليا بنبيل بن طالب ودار لي زيرور كلشي، هذيك راه في هاد الدنيير بيريود صح دار دي زيرور كلشي، بصح كارير خويا هذا السيد عنده كارير، بداها في توتنهام شولك كعرف راه فيدي راهو بن طالب تعليم ماشي بن طالب تعليم كيما صوب بالك عنده مون بسيكولوجيك ولا بصح بالك يطيق ديباني بالك. نعطيكم دي زيكزومبل، الا تشوفوا على ميكايل إيسان، مايكل إيسان إلا تبغو، اللي كان يلعب في تشيلسي، اللي كان يلعب موناكو، كان يلعب في ليون، وتشيلسي لعب في الريال، لعب في هذيك، كرون جوار تاع غانا، في وقت تشيلسي، مين كانت على ديدانها، مين كان معاها مورينيو، خاوتي، وقت كبير كان يلعب ميليو ديفونسيف، وقت كبير ديبانا أون طونكو سونترال، باسكو السونترال تاعو تبليسا، لعب واحد 10 ماتش ولا بلوس، ودار تسمى يقول لك أن بون ترافاي، تسمى جوزي مورينو جاتو الحيله باه يديرو ونجح. اون جينيرال هادو لا ديفونسور تسمى سونترال ولا ميليو ديفونسيف يطيقو تسمى بلوزو مو يديباني. و اكزومبل واحد اخر اكثر منو كزافي ماشيرانو ولا تشاو عليه تاع لارجنتين اللي كان يلعب خاوتي مع ليفربول ميليو تيران وقت بينيتاس وقت جيرار كلشي كان يلعب ميليو تيران، من راح البارسا ولا يلعب سونترال مع ميسي وجماعته وخاوتي ودارينغرو كان دارينغرو كارير تسمى يطيق ديباني وخاوتي واحد. ولا نعطيكم ان اكزومبل واحد اخر زعما لينا حنا مجيد بوكرا خاوتي بون حتى حاجه واحده اخرى ماشي كيما هادو. مجيد بوكرا قبل ما يكون ديفونسور سونترال مي كان جون كان ميليو اوفونسيف وبعد ولا سيليوري ولا يلعب سونترال. المهم درك نولي لبن طالب. بن طالب وعلاش لا ما يديبانيش في ليكيب ناسيونال؟ يعني نقول ما يديبانيش هادي كيما يقول لك كيما قال بروبوزيسيون بالك يلقى كان خير منه كلشي بصح كاع اللي ما كاينش بوتيتر بن طالب تقولوا لي علاه ماشي بن طالب شي واحد اخر. بن طالب جاب روحو كوستو عنده الكرينتا وعنده هذيك وي بو سي ان جوار بروفيسيونال خاوتي كي تكون واحد بروفيسيونال لي تاع تسمى من صغرو تربى في لي كرون زيكيب من صغرو دار لي كاع لي كاتيجوري تسمى عنده ابجديات تاع لي تاكتيك تسمى يعرف ماهوش سونترال مي بيدي ديباني. انا راني نقول هذا زعما رايي انايا برك على جا نبيل بن طالب تكون بالك اون سوليسيون اون اتوندو يجي يعاود يولي بن 70 ولا ويلا لقى خاوتي الجوكاتوري كيما لقى جوار واحد اخر تسمى بريوريتير. هذه حاجه واحده اخرى برك يعني تسمى جاتني في راسي وعلاش لا مادام كاين دي جوار في لو موند دونتي تسمى دي زيكيب ولي كرون زونترينور من ميسي بوشان سونترال توجور من ما يديش افون سونتر ولا يدير ايليا ولا هذيك سورتو في الفوتبول موديرن يدير ميليو ديفونسيف يديباني له في ليكيب تاعو. هذا البرومي سيجي. واعطوني رايكم خاوتي
اسكو سي سوليسيون ولا لا. انا قلت لكم يديباني لا ما يصيبش باراكول بنطال. دوزيام سيجي خافتي اللي حد نهضر عليه ريان شركي خالتي. ريان شركي خالتي هاد ديماك راهو جاي بروحو جون راهو يلعب في ليكيب اسبوار تاع فرنسا بالرحمه ديال ليون راهو معاه بيان رانا شفنا كيفاش راهم متفاهمين كلشي رانا نحلمو يجي مع ليكيب ناسيونال تاعنا. مي ريان شركي خالتي في ليكيب ناسيونال ديجا كانوا مستبعدين وتيري اونري عاود عيطلو دار تسمى صوالح ملاح مع ليون حتى وراه بلاصو راهو مليح رانا نقول باه يجي مؤخرا خاوتي واش يدير يمضي عقد مع فايزة العماري لاماري. قولوا لي شكون هذه فايزة العماري دونك اللي يعرفوها يعرفوها يمات كيليان امبابي. هذه فايزة العماري يمات كيليان امبابي من اصول جزائريه بالك نقولوا مليح بصح فيها غير الاصول خاوتي والله العظيم فوالا من اصول جزائريه خاوتي هي كنت نقول لكم رجل اعمال مراه اعمال تاع ولدها وهي اجون تاع بليزيور جوار ماشي غير ولدها واسمو ريان شركي مؤخرا سمي مع لاجونس تاعها باه تولي تمثل الاعمال تاعو على بالك. ريان شركي مع متفاهم بزاف مع كيليان مبابي ماشي على الفوتبول ولا تما خارج الفوتبول وإلا كان مليح 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 ممكن ياثروا عليه باه يلعب مع ليكيب ناسيونال تاع فرنسا. هذه اللي بالك تمنعنو تما راح تخلينا يروح لنا جوار كيما هذا مالا بدا بك بالرحمه بدا بك بوسينا الحال راهو معك في ليون ما هذه وهذه فايزه العماري هذه تسمى سي غرون فان دافير بدات مؤخرا عندها كلكو زاني بدات مع ولدها بكري كانت مي كانت جون كانت في السبور كانت هوند بالوز ومعد كملت قرايتها مزوجه مع فابات امبابي كملت قرايتها اللي ولات اون فام دافير داير بدات واحد الوقت من كان ولدها صغير امبابي داوه لتشيلسي كان صغير شافوه لي ديريجون تاع تشيلسي قالوا لها كون ندوه درك نعطوكم زعما 50 مليون يورو والا بالك الا تولوا من عام 50 كان مليح بالك نعطوكم 50 مليون دولار ما سقساتهم ما حلتهم وقالت لهم نعاود نوليكم من 50 ويسوى اكثر من 50 مليون دولار داتو الموناكو ثانيه في موناكو قعد وقت عام في موناكو بي اس جي درك اغلى لاعب كان راح يكون اغلى لاعب في الموند. هذه غير نقول لكم هذه المره كيفاش ولا سمعتوا بتعرفوا بلي مراه اعمال ولا سمعتوا تسمعوا بواحد اسمه محمد هني يوتيوبر معروف هنا في فرنسا. محمد هني دائما يهضر على ولدها وكلشي دارنيير محل حبسة تاع همبورغر وتما تمسخر بولدها عطاك وهو جيسي قال كاين مبابي بصح هي يماه تما مرأة اعمال كلشي راهو نادر راهو نادر. المهم خاوتي واش نقول لكم مادام شركي مضى معاهم سيك دركا يبقى فيها الكواليس الكواليس حتى هو اللي يخير ممكن جدا تأثر عليه كيما يقول لك باه يلتحق في ليكيب ناسيونال صوف الى دي شو ما يديش. خاطي هادي هي برك سيتي اون بتيت فيديو برك باه نهضر على المشكل تاع السونترال تاعنا وعلى ريان شركي خطيش كنا نحلمو باه يلعب مع ليكيب ناسيونال تاعنا وسورتو ملي جاب الرحمه متفاهم معاه ايماجينون بلي تسمى في ليكيب ناسيونال تاعنا يكون عندنا بليزيور جوار كيما هكذا. اتهلاو في روحكم خاوتي حتى الفيديو الجايه واش نقول لكم الا ما درتش فيديو من العيد واش نقول لكم عيدكم مبروك كل عام وانتم بخير وعيدكم مبروك والسلام عليكم.